عليكم البنات. السلام عليكم البنات، بونجور. اليوم جيتكم بتمرين جديد، حلقة جديدة. Je veux montrer comment il faut poser et comment il faut travailler une poche et la poser sur un sac. اليوم جيتكم بتمرين جديد باش نوريكم كي نديرو، باش نخيطو جيب بلا باش نحطوه على الساك ديالنا. دونك الي سي بارتي، على بركه الله. دونك عندي واحد الكاريه ديال غادي نعطيكم مع بعض السويت باسكو مابقيتش عاقله كي خيطها. دونك سي 25 على 23، 25 على 23، دونك 25/23 لا بياس اي في. دونك غادي نبداو على بركه الله. هنايا في الجهه اللي غتكون الفوق غادي نخلي 2 سنتيمتر، غادي نطوي 2 سنتيمتر، وجناب الجناب اللي بقاو ليا غادي ندوزهم ب 1 سنتيمتر. دونك هذا نورمالمون خاصها دوز الروباساج. دونك انا غادي نحاول نخدم معكم سير بلاس، الا جيسبر انكم تكونوا كتشوفوا مزيان. غادي نحاول نطوي هاد الجهه، غادي نحاول نثبتها لكم غير بلي زيبان باش نوريكم الطريقه. دونك غادي نجي normalement il faut passer au passage, mais c'est comme j'ai pas le temps, je voulais vraiment montrer comme ça vite fait. On va faire ça avec les épingles. Allez, alors 1 cm sur le côté, d'accord. Je vais rajouter une ici qui se tient, voilà, et de ce côté là aussi 1 cm. Tu vois, quand c'est bien repassé, c'est bien fait. C'est facile à passer à la machine. Ni katkouni hadaha douzelha lhadida mzyan katjik sahla sahla bach douziha la machine. Voilà, comme ceci là. Nzid wahda hnaya. نحاول نعطيكم اشاك فوا تمرين سهل ايتاب باغ ايتاب باش تقدروا توصلوا للهدف ديالكم ولا الحاجه اللي بغيتوا تخيطوها. تقدري تلقاي في الفيديوهات ديالي كاع تقريبا الحاجه اللي تقدري تستعمليها، باسكو انا يلاه بديت نرمي في الفيديوهات، يعني في التمارين. تابعيني، فعلي الجرس كوم سا دي كنرمي شي حاجه يوصل لك التمارين ولا الحلقات اللي كندير. هاد الشكل هذا، وهنايا غادي ديري 2 سنتيمتر. الا لاحظتوش في غادي نطويها لداخل، ومن بعد من هنايا غادي ندير 2 سنتيمتر على هاد الشكل هذا. فوالا، وغادي نجي غادي ندير ليها لي بانكل. نلعب بحال هاك الشكل هذا، وغادي نجي الجهه الاخرى وسي. عاد تقولي لي كي درتي عرفتي 2 سنتيمتر؟ انا عندي لابيتيد من وليت نعرف 2 سنتيمتر من غادي نوريكم شي با وليت نطيح فيها نيشان ان بو بري. هاتا فوالا، انا طحت فيها 2 سنتيمتر. دونك قوت ما كتخدمي كل نهار كدير العبارات كتوليتي تولي دغيا تجيبي تحطي العبارات كما هي. دونك ولا لاحظتوا كنغوباسيها بيديا باش نوريكم كل شيء. دونك فوالا، دونك ها هي لابياس ديالي. لا لاحظتوا، شوفوا معايا لابياس ديالي ديجا صايبتها، يعني دابا غادي ندوزها لا ماشين. غادي ندوز كل شيء لا ماشين، غندير كلها غندوزها لا ماشين. شد ليها الاخر ديالها لي زوغلي، غادي نحاول نثبتها. دونك انا غندوزها لا ماشين. بقاو معايا. بالنسبه للمبتدئات انا هاد التمارين كنعطيهم غير المبتدئات. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كتعرفش تخيط، انا خليت لك حلقات سابقه من قبل هادو. كديري تستعملي لا ماشين اول مره ولا كديري تخيطي اول مره، رجعي الفيديوهات اللي قبل هذا غادي تلقاي الطريقه وكل شيء. وما تنساوش تدعموني وتشجعوني باش نبقى نعطيكم ديما الجديد. فوالا، غادي نجي لهنايا بيان سيغ. هادي راني ديجا وريتها لكم، ولكن غادي نحاول ندير لكم واحد التمرين اخر باش نوريكم الطريقه باش نقدروا ندورو بحال هاد الشكل هكا. دونك غادي نكمل. الا لاحظتوا ما كنحيدش لي زيبانك، كنخليهم حتى نسالي. بالنسبه للمبتدئات يخليوهم لا يخافوا يضيعوا العبار، خليتهم بالعاني باش تشوفوا معايا عن قرب.
الا مشيت انا جيت لهنا لقنت اوسي درت جيت لهنايا شوفي لاحظتوا هذه طالعه هنايا غادي نحاول ندخلها هنايا ما لاحظتش قبيله غادي نحاول بيان سيغ هاد الخيوط هادو كلهم خاصهم يتقطعوا هادي انا كنت دوزت ليها لا سيرجيتوس فوالا نجي فوالا بحال الشكل هكا غادي نجي غادي ندور ونكمل فوالا حتى نجي الاخر ديال نجي الخياطه منين بديت منين بديت ما نطلعش لهنايا الفوق منين بديت من هنايا غادي نحبس هنايا انا غادي نوريكم عن قرب غادي نحيد هاد لي زيبانغل هادو كاملين فوالا على هاد الشكل هكا هنا يعني من بعد ما كتكوني غوباسيتي هادي كتجي زوينه بزاف مي هنا ساليت الجيب ديالي بيان في الا شفتو هانتوما صايبه مزيان دابا مع ليا الا نحطها غادي نحطها شجيها فين فين نخلي 2 سنتيمتر هي اللي غادي تكون الفوق يعني هي اللي غادي نبقى نحشي يدي هكا باش نحشي حوايجي من هنايا انا خاصني ندوزها على ماشين من هاد الجهه هادي غادي نجيب الصاك ديالي اللي هو هذا غادي نجي غادي نثبتو بالابر ولا بلي زيبان جو في لا بوزي كوم سا دونك لو ساك يسوفر باغ لا اي ال اوسي لو لا بوش اوسي خصها تكون يسوفر باغاي على على الاكستيريور وي فوالا الساك ديالي كيتحل من هاد الجهه هكا حتى هي خاصها تبقى نفسها يعني يكون عندها بيان سور سي لوجيك غادي نجي قبل ما نحطها خصني نحيد الخيوط اللي كي دوزو خرجوا ليا من هنايا فوالا سمحوا ليا العربيه ديالي شويه مرونه نجي سبيغ انكم كتفهموا فوالا هنا حطيت غادي نثبت يعني غادي نحسب من هنايا لهنايا من هنايا لهنايا خصي يكون عندي نفس العبار دونك غادي نجي غادي نحسب من الخياطه اللي هنايا لداخل دونك غادي نحسب من هنايا لهنايا عندي انا 20 من هنايا لهنايا عندي 15 دونك غادي نحاول نكحزو شويه لهنايا حتى نلقى النص الميليو ديالو عندي هنايا 17 هنايا عندي 17 هنا ثبتها عندي 17 غادي ما غاديش نحط لي بانغل مي خاصني نعبر عاوتاني لا هوتور عندي دونك غادي نحاول نهبط شويه لتحت لانني مازال غادي ندير لا فينيسيون هنايا غادي نحط نفس العبار مهم 10 غنشوف من هاد الجهه كي دايره لي 10 يعني في الاخر ديال لابوش ومن هنايا 10 يعني غادي دابا نجي نثبت لابوش ديالي فوالا يعني كلشي بالعبار باش كيجي داكشي زوين كيجي مقاد كيجي مصايب فوالا ها هي لابوش ديالي غادي ندير اتونسيون باسكو الا حطيت لي بانغ بحال هكا غنقدر نخيطهم بجوج دونك غادي نثبت غير وحده انا راني خدامه معكم وكنفيريفي باش ما نديرش ان بيتيز دونك غادي نثبت هنا ثبت هنا ثبت لابوش ديالي دابا غندوزها لا ماشين غادي نحل الصاك ديالي هكا نخدم غير على لا بارتي اللي غنحط عليها بيان سور لا بوش ديالي غنحاول ديما نركز كو ج لا تراب با لا دوزيام نحاول ديما نركز جوفر مون ساك اي جو بوز ما بوش بيان سور تو لي زيكزيرسيس كو جو دون سي بور لي ديبيتونت فريمون سيل كي كونيس با دي تو دون لا كوتور لي التمارين اللي كنعطي كنعطيهم بالنسبه للبنات اللي كيحبوا الخياطه وما كيعرفوا والو في الخياطه هما اللي زعما راني كندير ليهم هاد التمارين هادو دونك غادي نبدا بالي روتور بيان سور درت الي روتور وخاصني نثبت مزيان الاخر ديال الجيب يعني هكا مزيان الاخر
باش كاين مع الوقت كيبغي نحشي هنايا البسطام ديالي ولا هذا ما يتحل لياش بقوه من قوه الاستعمال. دونك فوالا هاد غادي نجي الاخر ونبيكي وندور فوالا ونكمل ديما جو فيغيفي عندك نشد ديما فوالا. هنا رجعت لكم، هنا ساليت الجيب ديالي غادي نوريه لكم فوالا. غادي نقطع الخيوط، غادي نقطع الخيوط وغادي نحيد هاد لي زيبانكل فوالا. ها هو الجيب ديالي البنات فوالا، صايبتو حطيتو خدي لي هكا ما يتقطعش باسكو تبتوه هنايا، سي بور سا كنقول لكم تبتوه من هنايا مزيان كتبغيو تحطو فوالا. الى عجبكم التمرين البنات ما عليكم الا تفعلوا الجرس وديروا لي ابوني تبعوني باش كومسا اشاك فوا نرمي فيديو جديد يخرج لعندكم. الى عجبكم التمرين خليوا لي كومونتير ولا ديروا لي جيم وشجعوني. كنقول لكم الى اللقاء حتى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم. اوباخ.